بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الخلق سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب أدعو لكم بالتوفيق دائما، بالنجاح، وأهم شيء في هاي المرحلة هداوة البال. الله يسامح اللي عمالهم بقلقوكم في شغلات أنا حكيتها 500 مرة، ورغم ذلك لأنه البعض ما بيسمع كل شيء فما بركز. رسالة من تحت الماء ومن فوق الماء ومن فوق السحاب ومن تحت السحاب، من بين الجبال والوديان والسهول. تعريف المشتقة شاغل المملكة الأردنية الهاشمية. جماعة الخير، أنا ارتكبت جريمة لما سهلت على الناس اف الكي ناقص اف الاكس على كي ناقص اكس، وتداعى لها المنظرون والمنظرات وكأننا ارتكبنا الجريمة وبعنا الأوطان. اعتمدوا هذا القانون ولا تلقوا بالا أو سمعا لمن أراد غير ذلك. ما أنا متعود على F الإكس زائد H ناقص F الإكس، لما بطلع ولد أو بنت بهالصف بنطل في عندي قاعدة أسهل. أيسكت يا شيخ، فهموها. شو هي بحاجة لمؤتمر وطني ومؤتمر إقليمي، وبكرة نجيب مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة حتى تفصل ما بين المتعاركين؟ لا يا جماعة، خليكم أنضج من الجهل. للأسف هذا تعريف المشتقى الموضوع أساسا على إيدين الناس اللي ألفوه قبل أن نولد بمئات السنوات. فيعني أكيد الإف الإكس زائد إتش ناقص إف الإكس أكيد صح، أكيد لا نقاش فيه، بس زنخ. بس نصول موضوعه، لا تعملوا قضية وطنية تتداعى لها الأمهات والآباء والإضرابات. لا 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 يا جماعة، أمور أبسط. إحنا ما مشيناش أصلاً على ترتيب الكتاب. بعدين في سؤال ثاني عم بطرحه الطلاب، هل من الصحيح إنه ما بيصير في المتشعب لما يحكي لنا أبحث في قابلية الاشتقاق إلا باستخدام التعريف؟ يا سلام، ما هو يقول لأنه ما كانش لسه القوانين المشروعة. في التوجيه بيحكي ابحث في قابلية الاشتقاق باستخدام التعريف، إذا ما حكى حر. أصلا في سؤال في الكتاب ابحث في قابلية الاشتقاق، لو بحثوا أخواننا اللي بيحكوا هذا الكلام في الأمام في التمارين في الكتاب، متشعب أحد قواعده كوساين، كيف هذا بدي أحسبه على التعريف؟ ما في ليمتس للساين والكوساين عندنا في التوجيه. طب والحل؟ عادي، الاشتقاق قواعد. فانتوا كل شيء بتعملوا منه قصص. هلا في ناس بيحكي لا مش احنا يا استاذ معلمينا معلماتنا، ايه دول خلص. هلا احنا خلصنا قواعد الاشتقاق، وكانت خاتمتها عندنا الحصه الماضيه واللي قبلها لما وصلنا للضمنيه والنكات الضمنيه والقواعد، ودخلنا في عالم اسمه المشتقات العليا. هلا احكي لكم هالشغله، واكيد باذن الله تعالى الحصه الجايه راح اركز عليها كثير. شو هي الشغله؟ طلعوا امتحان التوجيه. السؤال الاول اكيد راح يجيب لكم اف الاكس اشي قد يكون كسر، قد يكون جذر. يحكي لنا جد F برايم X باستخدام التعريف. هذا سؤال حل. حلو الكلام، حلو الكلام. السؤال الثاني رح يجيب لنا F X مثلاً 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 X في ساين 2 X زائد كوساين تكعيب X. كلنا جد F برايم الباي أسد. سؤال حل على المشتقة الأولى. رح يجيب لنا سؤال حل على سبيل المثال، ها ركزوا معي شو بدي أكتب. X في E قوة Y زائد ساين E قوة X تساوي صفر جد دي Y على دي X. ليش عم بألف هيك؟ بقول بجيب لهم أسئلة عادية على التعريف.
بتجيبوا لهم أسئلة مثلثية مشتقة أولى وضمنية مشتقة أولى. بعدين طلع هاي، بتجيب لهم على سبيل المثال إكس تربيع زائد ساين واي ضمنية مثلا أو أي إشي تاني، بطلب جد دي تربيع واي على دي إكس تربيع مشتقة ثانية. يعني عندنا سؤالين على المشتقة الأولى للناس اللي بتفهم، للناس اللي بدها تتعلم الدقة اللي هو حفلتنا اليوم وبدناها في آخر الحصة الماضية، بطلب منهم المشتقة الثانية. السؤال الخامس وهو سؤال التميز، لما بجيب على سبيل المثال واي تساوي ساين تربيع اكس، بحكي لكم اثبت ان دي تكعيب واي على دي اكس تكعيب تساوي على سبيل المثال او دي تربيع واي اللي هي سالب 4 ساين اكس. هيك خارطة التوجيه، مشتقات عادية بس فخامة، مشتقات عليا وإثباتات. كيف رتبت لكم كتابنا؟ أول إشي خلصت القواعد أنا وياكم كاملين كاملين لنهاية صفحة 43. أنا شغال معكم قواعد، تعريف المشتق أخذ معنا وقته، بعدين فتنا على القواعد شوي 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 شوي، وصلت للضمنية، وصلت عند صفحة 43. في صفحة 44 حطيت عنوان تمارين هامة وشاملة، ركزت فيها بصورة رئيسية على المشتقات الأولى بس، الضمنية والعادية والضرب والمركب وكل الدنيا 60 سؤال. بعدين كبست حوالي 40 سؤال مشتقات عليا، بيبدأوا من صفحة، يعني من صفحة 45 ومشي، من عفوا مش من صفحة 45، من صفحة 54 أو 53 وامشي، 53 54 55 56 57 ولغاية صفحة بالضبط 63. من صفحة 64 فتحت الملف الثالث اللي هو مسائل الإثبات، يعني عملت لكم اياهم كاتيجوريز، يعني ملفات اجزاء. النوع الاول كيف نشتق، النوع الثاني كيف نجد المشتقات العليا، نفس القواعد، ما احنا خلصنا قواعد بس كيف نصير اركز. النوع الثالث كيف نثبت، كيف نصير اركز نتلاعب بالاجابات. خلينا اليوم حصتنا نتخصص في المشتقات العليا. بده تخصص هذا أستاذ؟ نعم عن جد بده تخصص. عيشوا معاي اليوم أجواء ممتعة في عالم المشتقات. سؤال أول بقول إذا علمت أن واي تساوي كوساين تكعيب إكس، جد دي تربيع واي على دي إكس تربيع. أوكي بدي أشتق مرتين، أقول معلش عيب علي أشتق كوساين تكعيب إلا بعد ما أرتبها. صح الكلام؟ صح، ما حكيت غلط، استخدمت كلمة عيب لأنه يعني عيب أخبص بإشي بمتناول إيدي. أشتق الأولى بتنزل الثلاثة حكما، الكوساين زي ما هو تربيع، بفوت أشتق اللي جوا الكوساين سالب ساين في واحد. دائما الانسان الجميل الانيق اللي بده يوجد مشتقه ثانيه، يوجد الاولى وبتاكد انها تمام، هي تمام، لا بدها ترتيب، يعني هاي في هاي في هاي في هاي ما بتتوزع، بس حلو اكتب السالب 3 بالاول. معلش الكوساين اخليه مرتب تربيع وهي الساين، اصبح المنظر ضرب، بدي اشتق مره ثانيه. من بديهيات العمل اني اطلع شو امامي زي ما تعلمنا المره الماضيه، ضرب بده اربع اقواس بينهم زائد، اليس كذلك؟ بلى. يلا الاول، ايوه هاي الاول سالب ثلاثه
مع الكوساين والتربيع، هاي الأول. مشتقة الثاني الساين، كوساين مش سالب عادي، واحد. الثاني ساين إكس. مشتقة الأول سالب ثلاثة في هذا المركب، ترى في ناس بخبصها، مش ضرب، سالب ثلاثة ضل زي ما هي، مركب بنضرب ليش؟ لأنها ثابت مع اقتران، بيحكوا بصير سالب ستة. مظبوط، كوساين زي ما هو قوة واحد، في مشتقة الكوساين سالب ساين. هلا بدي جواب، خلصت اشتقاق. هلا هاي الكوساين مع هاي الكوساين تنضرب، هاي كوساين تربيع وهاي في كوساين، يعني هاي سالب ثلاثة كوساين تكعيب اكس، اللي هي بالمناسبة سالب ثلاثة واي اذا بدها تفلسف. هاي السالب ساين في الساين تنضرب ساين تربيع، بس في سالب في سالب بتصير موجب، هاي ستة سالب في سالب، شو بشوفها؟ ساين في ساين، ساين تربيع اكس في كوساين اكس، خلصت. تمام هيك، تمام هيك. لمن يحب الفلسفة بيقدروا يحطوا واي تكعيب، بيقدروا يحطوها واي، بيقدروا يعملوها واحد ناقص كوساين تربيع، واحد ناقص واين تربيع، يقولوا والله بصير. اه ولا هيك بصير، نلعب بعدين للإثباتات. احنا هيك تمام، يعني انا خصوصي بدي مشتقة ثانية هيك، ولا احد يتفلسف. طيب والثانية؟ بدي المشتقة الثانية. بدنا نوجد الأولى، شو شايفين؟ ضرب ساين تربيع مركب، سامعكو سامعكو، ها طبعا ساين زاوية، يس. اللي حكوا ساين زاوية يعطوني لايكاتهم، اللي حكوا ساين زاوية ايوه هيك ايوه، خلوا الناس كلها تغار منكم برا، يس. طيب ساين زاوية، يا الله ما احلاها هاي، ما افخمها. ساين بصير كوساين، وهاي الزاوية، كيف بالله عليكم؟ استاذ لسه خير، تقول اشتقيت الساين كوساين الزاوية، بدك في مشتقة الزاوية، مشتقة الساين كوساين اكس في واحد، خلص مش مهم الواحد، اما لو في اثنين بدك اكتبها. طيب والله صحيح مرتبة، هلا كوساين تنضرب في كوساين، تقولي لا كيف؟ هاي كوساين اكس، هاي كوساين الساين، يعني خلص الآن هذا أصبح ضرب، هذا كله أول، هذا ثاني، يعني دي تربيع واي على دي اكس تربيع، أربع أقواس. أما شو أربع أقواس؟ أحلى أربع أقواس في العالم. الأول كوساين الساين، مش حلوة. طيب كوساين زاوية، أوكي. الأول كوساين ساين إكس. مشتقة الثاني سالب ساين إكس. الثاني كوساين إكس. في مشتقة الأول، أوه مشتقة الأول كوساين زاوية. شوف ما أفخمها. كوساين زاوية. سالب ساين. الزاوية اللي هي الساين. أوف 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 أوف. والله كيف؟ في مشتقة الزاوية كوساين اكس. نعيدها، هاي الأول مظبوط، مشتقة الثاني سالب ساين، الثاني كوساين، مشتقة الأول كوساين بصير سالب ساين، زاويته في مشتقة زاويته. هلا يا أبنائي يا أحبائي، هاي الساين ما بتنضرب بهاي الساين، هاي زاوية جوا، يعني اللي بده يرتب بحط السالب ساين اكس العادية بالأول في كوساين الزاوية. جميل جميل، زائد لحظة شوي، هاي الكوساين تنضرب بهاي الكوساين، عندك مشكلة؟ لا ما عندي مشكلة. كوساين في كوساين، كوساين تربيع في سالب، قال بدل في سالب ممكن انه حطينا سالب في موجب، بنعملها سالب من اول. كوساين تربيع اكس ضربت هاي في هاي، في ساين الزاوية ساين اكس، صحيح فخامة، اوكي.
بدي المشتقات تانية. أنا خلص معلق على المشتقات العليا، كل درسنا اليوم مشتقات عليا، أصلا عنوان الحصة. أستاذ مش هيضمني؟ طبعا. إكس واي، واي مش موضوع القانون. عادي. نبطل نحكي ضمن عادي. واي تربيع 2 واي، واي عادي إكس. رايت. الإكس واحد، الواي دي واي عادي إكس، لو كان الضرب لعملتهم أربع أقواس. لازم أجمع اللي فيهم دي واي على دي إكس عند بعض. ما في مشتقة تانية اللي أخلي دي واي عادي إكس موضوع القانون. شو جبتها يعني إخوانا؟ يعني باخذ دي واي على دي إكس عامل مشترك، خذ. يضل عندي واحد على 2 واي ناقص واحد، مين هذول؟ المعاملات، ما انا باخذ دي واي على دي اكس عامل مشترك، بضل 2 واي ناقص واحد. لهون تمام، تقول لي لا مش تمام. لهون ثابت على اقتران. اه والله هيك الحصة الماضية ترى صار فينا باخر سؤال. تعال نشتق المرة الثانية، الله ما احلى المشتقة الثانية. يعني شوفوا الأولى طلع الغش، بتحس حالك مشتق عادي الواحد. عشان قلت اللي بوجد المشتقة الأولى بينجحوا، بس جيبش علامات. يعني انت بتقنعوني انكم بتجيبوا علامات لما بتوجدوا الثانية. الثانية انت صاحب رؤية، انت صاحب اتقان. هيك بنشوف. كيف يعني رؤية يا أستاذ؟ طب ولا رؤية ايش اللي عنده؟ ما هو زينا زي الحالة، مشتقينا الضمني وخلصنا. طب المشتقة الثانية ثابت على اقتران، مبينة سالب الثابت. طيب مشتقة المقام 2، تقول لي لا 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 2 دي واي على دي اكس. شو هاي 2 واي مشتقتها في الضمن 2 دي واي على دي اكس على المقام تربيع. هيك يعني؟ اه هيك يعني. طيب منيح، تقول لي لا دي واي على دي اكس معروف لدينا. تخيلوا حالكم ماشيين هيك بمول زي ما قلت بشارع، مرق ميسي، مرق رونالدو، مرق راغب علامة، من بعيد بنعرفه، هذا بنعرفه. واحنا هون زي كأننا شايفين ايه ايه راغب علامة دي واي دي اكس، وينه هيو؟ ده حمار هاي من خطورتها. هاي معروف لدينا، وفي رواية باللغة الإنجليزية والنون معروف دي واي عادي إكس. هيو قول لي يعني هاي سالب 2 في 1 على 2 واي ناقص 1، يس على 2 واي ناقص 1 تربيع. ترى الجواب هيك مش عاجبني، مش جميل. طب يلا خليه يعجبك، تكرم. هاي بتصير سالب 2 على 2 واي ناقص 1. كيف يعني يا استاذ؟ وانضربت السالب 2 في القوس، تنضرب طبعا بالبسط. والمقام اه سوري في 1 على 2 واي ناقص 1 تربيع. شو عملت زي زمان؟ قلبتها في 1 على، ولا الجواب سالب 2 على 2 واي ناقص 1. قلت لك عيب. ولا تشوف المشتقة الأولى ضمنية عادية مريحة من أحلى ما يكون. ثانية من الآخر. طيب نشوف هاي برضو، هاي ضمنية اه صح اكس واي. ترى اكس لحالها فيلم رعب عند بعض الطلاب، بحب يشوف واي تربيع اكس، تربيع اكس واي بكيف عليهم. لما بشوف اكس بصير قلبه يرف من الخوف، شو اعمل اسوي؟ وليش ضمنية برضو اه، بس اللهم بدي مشتقة ثانية. طيب هاي الاولى واحد واحد اه ولا الاكس؟ أما التان فهو سيكنت تربيع واي في مشتقة الزاوية دي واي عادي إكس. آه آه مظبوط، هيك علمنا الإكس واحد ما تختلفنا. التان سيكنت تربيع يعني دي واي على دي إكس، صح صحوا معي؟ صح صحوا معي؟ واحد على سيكنت تربيع. الواحد عبيط وما أكثرهم، مش غبي. هو العبيط مش غبي، عبيط يعني متسرع مش ملحلح،
استاذ ثابت عقتران زي هذيك. شوفوا انا ما الامني خليت هاي زي هاي، بقول له ربنا الله ثابت عقتران. حتى بدك ترتب هاي في كل تربيع، شو رايك؟ ليش؟ لاني بعرف انه الواحد على سيكنت كوساين. ما هو سيكنت واحد على كوساين. سيكنت واحد على كوساين، وبالتالي الواحد على سيكنت كوساين تربيع. بالله عليكم واحد بيعرف هالحركة زي اللبط العبيط اللي قلت بده يشتق لي ثابت اقتران، بقول لي لا يا رجل، دي واي على دي اكس هيك؟ هيك يعني دي واي على دي اكس قصدك؟ اسهل لي اعملها كوساين تربيع ولا؟ وبدك ترتبها وتعملوا ليش بطولات وتشتقوا بدون ترتيب. اوف، شوفوا المشتقة الأولى ناعمة، سيكنت تربيع دي واي على دي اكس، وظبطناها. ولو وقفت هون صح وهون صح، وين هون؟ هون عالم ثاني، ولا عالم ثاني ولا عالم ثالث. يلا اشتق، بس وين؟ وين اللي كاين بدي أورط فيه؟ اثنين، الكوساين زي ما هو قوة واحد، في مشتقة الكوساين سالب ساين واي، برضو في دي واي على دي اكس، برضو حلوة مشتقة الزاوية، وتنسوش معروف لدينا، انت دائما معروف لدينا، دائما معروف لدينا. والنون يعني استاذ هاي اثنين سالب اثنين، احلى حطها بالاول، كوساين واي ساين واي. طب ودي واي على دي اكس اللي قلبكو حابه، بدكو واحد على سيكنت تربيع، مش لطيفة، كوساين تربيع كوساين تربيع. بعدين كمان هون عندكو فرصة للتفلسف زي ما بدكو، اللي بيضرب كوساين في كوساين تربيع كوساين تكعيب صح، والقرآن الكريم صح، واللي بده يعتبر هاي متطابقة ساين 2 اكس 2 واي في كوساين تربيع صح، لا هيك أعلى. بس يعني هاي حرين هاي حرين زي ما بدكم. والله يا أخي المشتقات العليا درس جميل طلع، ما في قوانين جديدة، في تكتكة ترتيب اشتقاق. دائما اللي بوجد المشتقة الثانية هو اللي بيجيب العلامات، اللي بوجد المشتقة الأولى هو اللي بينجح. بعدين شو بتجيب العلامات؟ 80 85 بس، لسه بعدين للتسعينات. يلا شوف الخامس، بدي اف تريبل برايم ثلاث مشتقات، يقول لي يلا اوجد الاولى. استاذ شو رتبها؟ لا تخلي لا سيكنت تربيع ولا كوساين تربيع ولا كوساين تكعيب ولا ساين تربيع سواء طالع ولا، يعني هذيك اللي قبلها كانت تان، بس بعد ما اشتقرت صارت كوساين تربيع فقلت بدي ارتبها. اذا اللي بيكون بالاصل بدك ترتبه، واللي بنتج معك بدك او بدك ترتبه. يعني هاي استاذ نكتبها اف اوف اكس، طبعا ساين اكس الكل تربيع. لما بنيجي نشتقها اول مره 2 الساين زي ما هو قوه، مشتقة اللي جوا كوساين. والله انتم مزاجكم، اللي شايفها ضرب بده يعمل اربع اقواس والله ما بقدر اقول له لا. واللي فصح شوي بقول لي هاي هلا لسه حكي لنا 2 ساين كوساين اكس، مش بقدر اختصرها بساين 2 اكس؟ بقول نعم متطابقه هاي في برايم. اذا من استطاع التبسيط زي قبل قليل، واحد على كوساين سيكنت، واحد على ساين كوسيكنت، واحد على سيكنت كوساين، ساين على كوساين زي الحصة الماضية تان، أبسط. وهون بدي اشتق الثانية، صارت ساين لحالها، اشتقها كوساين 2 اكس، وهي في 2 بالأول. مشان لما اجيب الاف تريبل درا، الاف تريبل برايم 2 ثابت، الكوساين لما بشتقه سالب ساين 2 اكس في 2 ثابت.
ليش؟ انا بشتق الكوساين سالب سالب 2 اكس 2 يعني سالب 4 ساين 2 اكس. وهذا كان سؤال في المقدمة اليوم على وزن اثبت. يعني اللي بدي احرجه يطلع هذا الجواب بقول له اثبت. بدي ارتبه. ولا مش زي اللي قبله. كيف مركب؟ يقول له يا عفور علمتنا اياها. هذا مركب ساين تربيع. هاي تان تربيع، تقول لا هاي تان اكس تربيع، هاي تان زاوية. يعني لما بدي اشتقها اف اول اشي في برايم العادية، سيكنت تربيع، الزاوية اكس تربيع، التربيع للاكس. فلما بحكي في مشتقة الزاوية في 2 اكس، والما احقرها هاي ضرب. ضربة. بس بدنا نرتب السيكنت تربيع. مالك علينا كل شوي بدنا نرتب. اي تربيع بيكون او بيطلع، اي تربيع بيكون او بيطلع او تكعيب طبعا، بترتب قبل ما نشتق له المشتقه العاشره. يعني الاولى يلا محلاها تان زاويه مشتقتها سيكنت تربيع الزاويه مشتقتها زاويه. استنى، هاي 2 اكس وهاي سيكنت تربيع الزاويه بعمله هيك. وهذا طبعا ضرب. يعني لما بدي الاف دبل برايم بحضر له اربع اقواس. ملاحظين انه اشهر ما ينتج في المشتقات العليا اشهر الضرب. شو المشكله؟ سيكنت تربيع اكس تربيع في 2 اكس. شو اللي محمرينه مالكم؟ قولكم غلط. طيش اكس تربيع طبعا طبعا سيكنت اكس تربيع الكل تربيع. بلي اني كتبتها على فكره. تمام. ضرب الاول 2 اكس. مشتقة الثاني مركب تنزل الاثنين. القوس زي ما هو سيكنت الزاوية اكس تربيع قوة واحد. في مشتقة السيكنت سيكنت في تان، بس السيكنت للإكس تربيع، التان للإكس تربيع. وكله يا أحبائي يا أصدقائي اثنين إكس. هاي الأول، هاي كلها مشتقة الثاني، واللي على مشتقة الثاني ما أكبرها. قولي نعم. مركب السيكنت زي ما هو قوة واحد، في مشتقة السيكنت سيكنت في تان نفس الزاوية، في مشتقة الزاوية. طب زائد الثاني سيكنت اكس تربيع الكل تربيع في مشتقة الأول اثنين. أي والله إذا بدي أرتبها بتوجع قلبي. تقول لي 2 اكس هاي برا 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 في 2 اكس. 4 اكس تربيع في 2 8 اكس تربيع. كيف انا معك؟ قولي تمام. هاي انضربت في هاي في هاي، وهاي سيكن في سيكن سيكن تربيع اكس تربيع في تان اكس تربيع. هذول مساكين لحالهم. 2 في سيكن تربيع الاكس تربيع. يعني مبين بريء شكله. شوفوا بالمشتقات العليا مبين هذه شكله. ما يغرق الهدوء ولا النعومة. هذا السؤال جميل فخم رائع، مقدمة مهمة جدا لعلم الإثبات أو لفكر الإثبات. فالإثبات أحيانا يطلب منا بس نوجد مشتقة ثانية أو أولى أو ثالثة، ويطلب منا أحيانا أن ننتج مقادير. يعني معطيني اف الاكس لين الاكس على اكس تربيع اقتران اقتران. شو قاعد يقول روح وزعها طرح؟ هذه كذا لين جواتها القسمه، ما هي قسمه اقتران اقتران عادي. يعني عادي بقول لي اثبت انه اف دبل برايم يعني اشتق مرتين يا حج. يلا والله لا اشتقت مرتين، بخلطش الناس ببعض. بقول له تعال يا اف برايم صاحبنا انت المقام اكس تربيع مشتقة البسط واحد على اكس ناقص البسط لان الاكس
مشتقة المقام 2 إكس، الكل على المقام تربيع إكس قوة 4. يلا المشتقة الثانية. دول لا يا أستاذ طول بالك، حلمك علينا شوي، ضبط لنا إياهم. يعني كيف أضبط لكم؟ يعني هاي إكس تربيع في واحد إكس إكس، مظبوط، ناقص 2 إكس في لين الإكس، مظبوط. شو رأيك؟ اقتران اقتران، احنا مأمنين. لو اخذنا الاكس عامل مشترك عندك مانع؟ ابدا. ضل واحد ناقص اثنين لن الاكس على اكس قوة 4. مسموح لنا نختصر هاي مع هاي؟ اه والله مسموح لكم تختصروا. بيطلع معنا اف برايم الاكس واحد ناقص اثنين لن الاكس على اكس تكعيب. جميل. طبعا بالسؤال في المقدمة احنا بنكون كاتبين انه اكس بالتأكيد طبعا لا تساوي صفر لانها مقام. اوكي. حتى الاكس اكبر من صفر بالسؤال لازم تكون. اف دبل برايم اقتران اقتران عليهم المقام. حلو. مشتقة البسط الواحد راحت ناقص اثنين واحد صفر راحت. لان الاكس واحد على اكس. هاي المقام هاي مشتقة البسط ناقص 2 في 1 اكس ناقص البسط 1 ناقص 2 لن الاكس في مشتقة المقام 3 اكس تربيع على المقام تربيع. هاي اشتقيت. هلا مشان يجبرني على شيء بقول لي اثبت انه اف دبل برايم اللي عملناها بده يطلع 6 لن الاكس ناقص 5 على اكس قوة 4. معناها كأنه عم بحكي لي تلاعب بالجواب. هاتوا نتلاعب. هاي اكس مع اكس تكعيب بتروح بتصير سالب 2 اكس تربيع. صح؟ قولوا صح. ما عليها حكي. هاي الناقصة تتوزع. واحد بس بدها تنضرب في 3 اكس تربيع. تصير ناقص 3 اكس تربيع. والناقص في الناقص زائد. 2 لن الاكس برضه في 3 اكس تربيع، يعني بتصير 6 اكس تربيع لن الاكس. بس توزيع اللي ما بيعرف يوزع بالتدريج، اول شيء 3 اكس تربيع ناقص 6 اكس تربيع، بعدين برضه يوزع السالب. اعتقد واياكم انه اكس تربيع اكس تربيع اكس تربيع مشترك. تعيدوني؟ نعيدك. بطل ناقص 2 ناقص 3. يا سلام، مش هدول سالب 5 يا استاذ؟ نعم. وهون بضل 6 لن اكس على اكس قوه 6. اختصرت اكس قوه 6 مع اكس تربيع اكس قوه 4 تحت. طيب فوق هاي 6 لن الاكس وهي ناقص 5. والله نشوف شو المطلوب. 6 لن الاكس اي و 6 لن الاكس ناقص 5. اذا هي تلاعب فك اقواس وما شابه. بس لما بقول لي جد قيمه المقدار، عشان اوجد قيمه هذا المقدار لازم ننتج كل من اف برايم لانها موجوده واف دبل برايم ثم نعوض في المقدار. يعني تلقائيا اصبح السؤال فرع ايه منه موجود منه، ان بدنا نوجد اف برايم وبدنا نوجد اف دبل برايم، بعدين ننسخ المقدار بنقول له المقدار اكس تربيع في اف دبل برايم زائد 4 اكس تكعيب في اف برايم. شو بتعمل؟ بنسخه. زائد 2 اكس تربيع في اف الاكس كل زائد واحد بقول يساوي اكس تربيع اكس تربيع اف دبل برايم. طلعت معي 6 لن الاكس ناقص 5. بحط هيك كسر 6 لن الاكس على اكس قوة 4 زائد 4 اكس تكعيب 4 اكس تكعيب اف برايم. طلعت معاي واحد ناقص اثنين لن الاكس على اكس تكعيب.
طيب زائد هاي المفروض اكس قوة 4 وليست اكس تربيع صح؟ عشان يطلع معانا المقدار صح. هاي احنا انا ما خصنيش والقرآن ما دخلني يعني شو رايكم نبدل؟ اذا نبدل اعملوا لها لايك، اذا ما نبدلش وجوه حمراء. هاي في ناس والله بدهم نبدل وفي ناس لا. خلاص نص نص. هي ما فيش طبعا مشكلة في الموضوع فعليا، بس هو موجود حتى يختصر. طلع علي وما له يعني اي اثر على الوضع، بس حتى يصير في اختصارات. تعوضنا اكس قوة 4 في اف دبل برايم، 4 اكس تكعيب في اف برايم، زائد 2 اكس تربيع في اف الاكس، اف الاكس اللي هي لين اكس على اكس تربيع. هاي مبدأ الاثبات المستقبلي اللي لما بطلب منا اثبات مقداره، وما حكى لنا اثبت انه بيساوي شيء، هيك لازم احكي لكم اياه. بس احنا شو لما بقولنا اثبت مقدار بيساوي كذا، احنا بنكتب المقدار امامنا وبنعوض فيه. اكس قوة 4 في اف دبل برايم زائد 4 اكس تكعيب في اف برايم، هي اف برايم 1 ناقص 2 لين الاكس، زائد 2 اكس تربيع في اف الاكس، اف الاكس لين الاكس على اكس تربيع، زائد 1. طيب هلا بنلاحظ انه اكس قوة 4 مع اكس قوة 4 راحت، اكس تكعيب مع اكس تكعيب راحت، اكس تربيع مع اكس تربيع راحت، ضل هون 6 لن الاكس ناقص 5. هلا هون ضل 4، اختصرت الاكس تكعيب في 1 4 ناقص 8 لن الاكس، هون ضل 2 زائد 2 لن الاكس زائد 1. تعالوا نشوف هلا هون 6 لن الاكس ناقص 8 لن الاكس ناقص 2 لن الاكس زائد 2 لن الاكس صفر. يعني بالاحمر هاي مع هاي مع هاي راحوا، ناقص 5 زائد 4 ناقص 1 زائد 1 طلع صفر. فكأنه أراد أن يقول أثبت أن هذا المقدار يساوي صفر. لو حكى لنا أثبت أن هذا المقدار ما حدا بيحله. لما قال لي جد المقدار بوجد مكوناته، قالوا بعوض فيه، شو طلع معي؟ صفر. فأنا لما بدي أجيب هذا السؤال بالامتحان ما بقول لكم جد، بقول لكم اثبت. كيف؟ بدنا نحضر للنكست ويك.